نتكلم عن حاجه في منتهى الاهميه، ان النوبه هي اصل الحضاره في العالم كله. ولما قال ان في معبد اسمه معبد دابود في اسبانيا تم نقله واهدائه في فتره زمنيه سابقه الى اسبانيا، هذا المعبد يحتوي على العديد من العجائب. تعالوا مع بعض نشوف هيقول لنا ايه عن هذا المعبد الغريب. نعم. دابود، اهلا بيك مره ثانيه يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. كلمني عن معبد دابود اللي في اسبانيا اللي تم اهدائه من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الى اسبانيا. هي رساله من التاريخ القديم للجنوب التليد الذي علم العالم بدون مبالغه، الغرب هو اللي بيقول كده قبل ما احنا بنقول. انا بدي محاضرات في جمعيات النوبه كثيرا في الموضوع ده، فبقابل النوبيين بشكل كبير جدا جدا. من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بنصحي بعض النقاط علشان يبدا موضوع انت اصل جذر الحضارة. خليني اعرفكم قبل دابوت على منطقة اسمها في مصر اسمها نبتة بلايا. بالله عليك في كام واحد عندنا؟ لا لازم نتعلم نبتة بلايا. الى وزارة التعليم حطولي نبتة بلايا لو تسمحوا في دروس التاريخ من 7 سنوات وطالع. الى محافظ اسوان لو تسمح، لو انت بتشوفنا دلوقتي اتصل بينا علشان هبعت لك نبتة بلايا كلها. نبتة بلايا مكان في الصحراء الغربية مش بعيد على طريق العوينات المتسفلت، يعني طريقة الوصول إليها مش صعبة قوي. نبتة بلايا لحد السبعينيات من القرن الماضي ما كانتش موجودة على الخريطة، لحد ما علماء اكتشفوا هناك بقايا أحجار مستديرة 4 متر قطر. لقوا الاستدارة ديت بشد خطوط معينة، لقوها بتجيب جهات أصلية فرعية وبتجيب أحجار موجهة لاتجاه صعود وسطوح الشمس في أول يوم من أيام الصيف. دي أول أداة تقويم في التاريخ، دي أول ساعة في التاريخ علشان تقول لي الشمس هتيجي إمتى. ليه بقى الشمس تيجي إمتى مهم؟ لأن الشمس لما تطلع في أول يوم في فصل الصيف عنده تحت في الجنوب العظيم ده يبقى أول يوم في المطر، والمياه حياة. المياه في الحتة الحر حياة، ومش حتى مش في الحتة الحر. نبتة بلايا تم دراستها لتكون أول حضارة قبل توحيد القطرين، يعني قبل ما تخترع الهيروغليفي، وقبل يا مصري يا عظيم يا جنوبي يا شمالي ويا غربي يا شرقي ما تخترع الفلك، كان هؤلاء الجنوبيين المصريين النوبيين العظام حتى قبل أن يطلق عليها نوبة. يعني أنت عارف أن النوبة دي تسمية جت في سترابون اللي هو المخطوط بتاع الجغرافيا 26 قبل الميلاد، نوبة نبو ذهب بالهيروغليفي. تمام، كلمني عن معبد. تعال بقى دابود. دابود لما تيجي اقول لك ان دابود ده كان معبد دابود، يعني الدولة للدابودية نفس 15، احنا بنتكلم يعني حتى المكان ذات نفسه جغرافيا كان 15 كيلو جنوب اسوان. هذا المعبد هذا المعبد تم بناؤه ايام الرعامسة وايام الدولة الحديثة، ماشي ده العادي، فما فيش حاجة لا ده الغريب بقى ان جه ملك نوبي اضاف على المعبد. فاذا ادي خلق اماني ده اسم الملك النوبي اللي اضاف، ثم جاء بعده البطالمة فاضاف، ثم جاء بعده اوغسطس الروماني الامبراطور الروماني واضاف، ثم جاء الامبراطور تايبيريس. ايه اهمية المكان ده؟ ايه اهمية المكان ده؟ ده الروماني بيضيف للتقديس، ده مكرس للارباب الاسطورية، فده معناه ان هو بيحترم هذا المكان، والا ما كانش يجي من روما يبعت الناس بتوعه لغاية دابود تحت لغاية 15 كيلو من اسوان حاليا علشان يضيف اجزاء للمعبد. ده اهمية هذا المكان عند العالم، عند الامبراطورية الرومانية اللي هو مش هتفرق معايا لو اضفت ولا ما اضفتش. فاذا ده هذا المكان الدابودي لو تحب. جت بقى بعد كده 19 اثر اللي تم انقاذهم في الستينيات عن طريق 40 دولة ساعدتنا، منها طبعا ابو سنبل العظيم ووادي السبوع ومحرقة والعمدة والدكة وابريم، ده كل دي اثار تم انقاذها، وفي اثار للاسف الشديد لسه تحت المية ما تمش انقاذها لان كان الوقت والتكلفة. فاذا من ضمن المعابد اللي تم انقاذها، فجات الحكومه المصريه في وقتها، يعني للاسف طبعا هو كان فكر خاطئ، لكن كان بحسن نيه ان احنا ندي هدايا للبلاد اللي ساعدتنا، فذهب هذا المعبد الى اسبانيا كهديه، وذهب معبد اخر بالمناسبه الى الولايات المتحده الامريكيه الان، المعبد بتاع داندور، وهو ايضا معبد نوبي عظيم، وهو موجود في متحف المتروبوليتان في نيويورك، وانا كنت جواه بدي محاضره مش مصدق نفسي في نيويورك، وانا بدي محاضره في معبد دابود اللي هو بتاع اسبانيا، لا ده معبد داندور اللي في نيويورك، يبقى دابود في اسبانيا وداندور، يبقى النوبي الجميل اسمه في كل حته في العالم. انا مش قادر اقول وزاره السياحه ما تستفيد من هذه الاسماء، يعني لما اعمل يوم النوبه العالمي في نيويورك واروح عند معبد داندور واقف واحط اخد بيرميشن اخد اوكي من متحف المتروبوليتان في نيويورك اقول له اديني يوم اوزع منشورات على الناس
تاريخ معبد دندور النوبي، اروح في اسبانيا اعمل يوم النوبه في اسبانيا قدام المعبد في الميدان، الناس اللي معديه اتفضل ده معبد دابود، اعرف شويه عن معبد دابود، اعرف شويه عن الحضاره النوبيه. مفيش مانع احط اربع خمس جمل باللغه النوبيه، مفيش مانع ان انا احط مبادئ اللغه النوبيه وتعلمها في المدارس من وانت عندك 7 سنوات.